جهاز الهير ريجوينيشن باي ليزر اند باي فوتو دايناميك ثيرابي، هو وحده متكامله لعلاج مشاكل الشعر بصوره عامه، من تساقط او صلع وراثي او بشره شعر دهني او شعر جاف وهكذا. هو الجهاز عباره عن وحده متكامله. نشوف هنا الفوتو دايناميك ثيرابي بواسطه ثلاث لدات، وايضا بالليزر تو ليزر، وايضا بالعلاج بالمينوكسيديل، هذا البستول مال المينوكسيديل ثيرابي، هذا نخليه هنا بهذا القمع الميديسن، اضافه بالعلاج بالاكسجين وبالنورمال سلاين، واضافه للعلاج بالمشط بشاشتين، شاشه للسيتنج اوف باراميترز اوف ماشين لترتيب الجرعه العلاجيه من الليزر من فوتو دايناميك، والشاشه الثانيه هي لتحليل الشعر. هنا نشوف الليتس بالليزر، الليتس الريد ب 432 قطعه او 630 نانومتر، اليلو 580 نانومتر، والبلو 460 نانومتر، وكل وحده من هذه الالوان لها انديكيشن، مثلا اليلو للجلد الجلد الحساس، البلو للبكتيريا وللفطريات وهكذا. نشوف هنا الصوره الاخر الالوان مالته وكل وحده وطول الموجي والوظيفه مالتها. الليزر ب 2 ب 650 نانومتر و10 ملي واط 34 قطعه بيس، والثاني و 808 نانومتر دايود ليزر ب 100 ملي واط 11 بيس، وكل وحده من عندهم ايضا لعلاج حاله معينه، وهو اثناء عمليه السيتنج مال الجهاز هو تمشي الامور بالتسلسل خطوه بعد خطوه. هنا نشوف من الداخل اللي هو ال 650 نانومتر بالاطراف، 808 بالنص، الاير سبراي يطلع من هذه 600، وكل وحده من هذه اللي الداخل مال هذه القمع اللي يدخل به الشعر هو بكل الوحدات العلاجيه. طبعا هو يزيد كثافه الشعر الى 40 الى 60%، وفي عمليه توقيف تساقط الشعر نسبه النجاح